بعد 3 سنوات من المعارك الدامية في مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها، أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا أن قواته تمكنت من تحرير مدينة بنغازي بالكامل من المسلحين الذين كانوا يسيطرون على أحياء كثيرة في المدينة. وفي كلمة ألقاها عبر التلفزيون قال حفتر أن بنغازي ستدخل عهدا جديدا من الأمن والسلام والتصالح. تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، تحريرا كاملا غير منقوص، وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب نصرا مؤزرا من عند الله عز وجل، لتدخل بنغازي ابتداء من اليوم عهدا جديدا من الأمن والسلام. خطاب حفتر جاء بعد ساعات قليلة من إعلان قواته انتهاء العمليات العسكرية في حي سوق الحوت وإحراز تقدم في حي الصابري، آخر معاقل المجموعات المسلحة التي تشكل ما يعرف باسم مجلس ثوار بنغازي، وهو تحالف لمجموعات إسلامية مسلحة من بينها تنظيم داعش وأنصار الشريعة. وتقول مصادر عسكرية وشهود عيان أن المعارك الأخيرة كانت ضارية وعنيفة، واستخدمت فيها قوات حفتر جميع الوسائل المتاحة لديها من أسلحة ثقيلة ودبابات وطائرات لتدمير الجيوب الأخيرة التي كانت تتحصن فيها هذه المجموعات. ولينا تقريبا حوالي نص ساعة وتم الاقتحام، عندنا شهداء وعندنا جرحى إن شاء الله يتقبلهم الله، ونحن القوات الخاصة معروفين من يوم من الإرهاب مستوى من سنة 89 يعرفونا كويس الدواعش الإرهابيين، وما زلنا متحملين المسؤولية بفضل هالرجال وبفضل الشهداء اللهم اغفر لهم وارحمهم. بإحرازها النصر على خصومها في شرق ليبيا، باتت قوة حفتر التي لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس غربا والمدعومة من الأمم المتحدة تسيطر على مساحات واسعة في الشرق الليبي. ويبقى السؤال، هل ستكتفي هذه القوات بهذا النصر أم أنها ستزحف باتجاه الغرب لتوحيد البلاد ولو بالقوة؟ سؤال قد تجيب عنه الأيام المقبلة.